معالي السفير بقى احمد ابو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربيه، الحقيقه النهارده بعت خطابين او وجه خطابين للسكرتير العام للامم المتحده، وكمان الخطاب الثاني لرئيس الدوله الحاليه لمجلس الدوره الحاليه لمجلس الامن. والخطابين هم يعني نسخه طبق الاصل، يعني بنفس طبعا المعاني وبنفس العناوين. حوالين اول حاجه كانت البدايه، يعني هو تصريح الاخير لوزير التراث الاسرائيلي، طبعا عارفين حضرتكم لما اتكلم على مساله القنبله النوويه وما الى اخره، فطبعا معالي السفير احمد ابو الغيط اشار لهذه المساله وقال انه يعني اذا كان الكلام ده يبقى فيه قنبله نوويه، فضرورة إخلاء المنطقة من مسألة الأسلحة النووية، أسلحة الدمار الشامل، وطبعا عناوين مهمة بخصوص وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين، وكتير طبعا من الأمور اللي أدانها معالي السفير أحمد أبو الغيط من خلال الخطابات اللي بعتها النهارده.